مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج نون، البرنامج الذي يأخذكم في رحلة سياحية بامتياز في عالم الأفكار. في ركن القلم لعدد اليوم سنحل ضيوفا على حارسة ذاكرة التاريخ عبر الزمان، المكتبة الوطنية الجزائرية، نبراس الفكر والثقافة. 10 ملايين وثيقة، مخطوطات وكتب نادرة على غرار كتاب الطب لابن سينا، سافرت عبر الزمان والمكان لتحل اليوم بين أيدي رواد المكتبة الوطنية. مشاهدينا، في هذا العدد سنتعرف على هذا الصرح التاريخي والصرح الثقافي. تابعوا. أحد الركائز الأساسية في المخطط المعلوماتي الوطني، وهذا لاعتبارات عديدة، أولها اعتبارات تاريخية، أن المكتبة الوطنية من أقدم المؤسسات الوثائقية في الجزائر، تأسس سنة 1835. هناك أيضا اعتبارات فيزيائية، وهي المتعلقة بالمبنى، أنه أضخم مبنى فيما يخص المكتبات على المستوى الوطني، حوالي 67,000 متر مربع المساحة، الطول 135 متر، العرض 42 متر، الارتفاع 42.8 متر، قدرة استيعاب حوالي 2400 مكان في آن واحد. أيضا فيما يخص طاقة التخزين حوالي 170 كيلومتر، هو خط الرفوف 170 كيلومتر بطاقة استيعاب حوالي 10 ملايين وثيقة. هناك أيضا اعتبارات مهنية أو وظيفية، وهي المهام اللي منحها لها المشرع الجزائري، اللي من بينها قيادة العمل المكتبي على مستوى الدولة، تطوير العمل المكتبي على مستوى الدولة، جمع التراث الوطني، معالجته وإتاحته للباحثين، أيضا جمع الإنتاج الفكري الوطني ونشره في البيوغرافية الجزائرية لتصدر مرتين في السنة السداسية. هي المكتبة الوطنية تستقبل باستمرار هبات من طرف شخصيات وطنية، سواء كانت ثقافية أو كانت سياسية. على مدار السنة تستقبل هذه الهبات. الفضاء اللي رانا متواجدين فيه هو فضاء الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، اللي قدم هبة للمكتبة الوطنية، مكتبته الخاصة اللي تتجاوز 10,000 وثيقة وعولجت، وراهي مقدمة للاستغلال من طرف الباحثين. هناك أيضا شخصيات وطنية أخرى اللي قدمت هبات للمكتبة الوطنية. على سبيل الذكر وليس الحصر، عندنا مكتبة الشيخ أبو عمران رئيس المجلس الإسلامي الأعلى رحمة الله عليه، عندنا رئيس المجلس الأعلى للدولة علي كافي رحمة الله عليه، عندنا أيضا المكتبة الخاصة الوزير الخارجي الأسبق الدكتور محمد بجاوي، عندنا أيضا المكتبة نتاع المثقف الكبير شريبط أحمد شريبط، عندنا مكتبة المصايف، عندنا في الحقيقة حوالي أكثر من 20 هبة. المخطوطات هو واحد من أهم أكيد المصالح في المكتبة الوطنية، لأنها تحافظ على التراث الوطني، وعدد المخطوطات يتجاوز 4,000 مخطوط، وهو يعني مصلحة جد مهمة، أولا تجلب الباحثين لا سيما في التخصص نتاع المخطوطات. يعد هذا المخطوط من أقدم المخطوطات التي توجد بالمكتبة الوطنية الجزائرية، ويعود إلى القرن الثاني هجري، وهو عبارة عن جزء من مصحف من سورة النور والمؤمنون، مكتوب على جلد الغزال أو غيره، ويعود إلى وهو بخط كوفي عراقي قديم. هي عبارة عن نسخة ملكية فاخرة، وهو مصحف مذهب يعود إلى أحد سلاطين العثمانيين، ويعود تاريخها إلى سنة 780 هجرية.
هي أكيد المكتبة على كل حال هي في البداية أن تخدم الإنتاج الفكري الجزائري، وأيضا تخدم الفكر الإنساني بصفة عامة، لأن المكتبة تحوي العديد من المؤلفات سواء يتعلق بالجزائر، يتعلق على المستوى الإقليمي العربي أو على المستوى الدولي، وهي هذه هي الثقافة، يعني ثقافة تخدم ثقافة في النهاية تكون الفكر الإنساني بصفة عامة. الوطنية الجزائرية لنكتشف أهم وأحدث طرق ترميم الكتب والمخطوطات القديمة العلمية، معالجتها، حمايتها وحفظها إلكترونيا. تابعوا. من أهم أقسام المكتبة الوطنية قسم الحفظ والمخطوطات، والذي يعد هو القسم الأول والرئيسي في حفظ التراث الجزائري بمختلف أشكاله، وهو قسم يتكون من ثلاث مصالح: مصلحة المخطوطات والمؤلفات النادرة، مصلحة الحفظ والتجليد، ومصلحة التصوير. وهذا المخطوط يتحدث على قصة سيدنا يوسف وزليخة، ويمتاز بالمنمنمات التي نادرة موجودة فيه، وهو مخطوط فارسي وملون بماء الذهب. يتمكن القارئ من الاطلاع على هذه الوثائق عن طريق التصوير الرقمي، أي أنه لا يسمح بمعاينة ومشاهدة هذه الوثائق الأصلية نظرا لهشاشتها وقيمتها التاريخية. وبالتالي المصلحة المكلفة بالتصوير الرقمي تتكفل بتصويرها ولوضعها في متناول الباحثين. نحن هنا في مصلحة التصوير، حيث نقوم بتصوير الكتب النفيسة وخاصة المخطوطات لتجنبها من الملامسة من طرف الباحثين والقراء، حيث نقوم بتحويل المعلومات من الوعاء الرقمي إلى من الوعاء الورقي إلى الوعاء الرقمي. إذن تعتبر مصلحة الحفظ والتجليد من أهم المصالح الموجودة في المكتبة الوطنية، نظرا للدور الذي تلعبه في الحفاظ على التراث الوطني من حيث الوعاء الورق والسمعي البصري. إذن من المهام الحفظ ينقسم إلى عدة أنواع، هنالك الحفظ الوقائي والحفظ العلاجي وبعض التحاليل التقنية العلمية. إذن نتطرق الآن إلى التحاليل العلمية، ومن بينها التحاليل الميكروبيولوجية. كما ترون أن الكتاب في الكثير من الأحيان يتعرض لبعض الميكروبات، ومن بينها الفطريات التي تعمل على إتلاف الوعاء الورقي وحتى الوعائي. هنالك بعض العينات كما ترون، ويجب علينا يتعين علينا على مستوى هذه المصلحة أن نقوم بمعالجة هذا المرض الذي يصيب هذه الأوعية. في أول مرحلة يجب عزل هذه الكتب المريضة عن باقي الأرصدة الأخرى، وبعد ذلك نقوم بمعالجتها. هنالك مواد كيميائية، هنالك أجهزة كذلك تعمل على القضاء على هذه الفطريات. عملية
الترميم. هذه العمليات تأتي دائما بعد عدة مراحل، من بينها نقوم بإزالة الغبار على الوثائق، نقوم كذلك بعملية التمحية، كما وقبل ذلك يجب أن تكون لدينا بطاقة خاصة، ملف للترميم يخص الوثيقة، أين نضع جميع المعلومات وجميع التدخلات التي نقوم بها. قراءة المكفوفين من ذوي الهمم العالية. البصري. هذه المصلحة من أهم المصالح الموجودة بالمكتبة الوطنية الجزائرية، وذلك نظرا لخصوصية الرصيد اللي فيها. هذه المصلحة تقوم دورها هو جمع ومعالجة وحفظ التراث السمعي البصري، عندنا رصيد سمعي بصري ورصيد غير الكتب لكن ورقي. الرصيد السمعي البصري يحتوي على الأشرطة السمعية، أشرطة الفيديو والأقراص الممغنطة، وكذلك الميكروفيلم والميكروفيش. هناك عدة أجهزة لقراءة هذا النوع من الأشرطة، يحتوي على الدوريات الخاصة بالحقبة الاستعمارية، يعني من 1830 حتى 1962. يأتي الباحث ويطلب المدة يعني الزمنية اللي يحب يطالع عليها، ويتفحص الجريدة اللي يحبها. علم النفس الاجتماعي والدراسة العامة. نحن في مصلحة السمعي البصري نقوم باستنساخ الأوعية المسموعة من الأشرطة وأقراص مضغوطة، بالإضافة إلى ذلك عندنا نستقبل المتطوعين، نسجل معهم الكتب السمعية، هذيك بعد تسجيلها تولي كتب سمعية وتروح لفائدة في الإعارة الخارجية، تروح لفائدة المكفوفين. بين هذه المناسبة يعني أدعو الإخوة أو الأخوات اللي يتمتعون بيعني مواهب صوتية أن يتبرعوا بأصواتهم ويجوا لهنا للمكتبة باش يسجلون بعض الكتب المختارة من قبل المكفوفين. فيه نلتقي لنرتقي. نلتقي بكم مجددا مشاهدينا الكرام في عدد جديد ومميزين جدد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.